انخفاض في جميع القضايا. عندك الاعتداءات الجسدية اللي كانت العام اللي فات 5105، هذا العام نقصت حتى 3405. عندك محاولة القتل العمدي اللي كانت 13، هذا العام حبطت 3. يعني كاع في جميع الجرائم الممارسة ضد النساء، نساء ضحايا العنف ولا الفتيات، نلقاو باللي هذه الظاهرة عرفت يعني انخفاض. هذا راجع إلى الحملات التحسيسية اللي دارتها المديرية العامة للأمن الوطني، والخطوط الخضر يعني الخط الاخضر اللي درناهم كما نقولوا تحت تصرف المواطن.